بيحكي عن زيادة أسعار كروت الشحن. يعني دي مهزلة، احنا عندنا شركة رابعة نازلة، طب ازاي يبقى زيادة يعني زيادة طائلة على المستهلك فقط لا غير؟ يعني النهاردة ما يجي صاحب محل يقولك الكارت ب10 ببيعه لك ب12 أو ب13 أو ب15، ويجي كمان شركة تقولك الكارت ب10 أنا هديلك هديهولك ب7 جنيه، طب احنا ذنبنا ايه؟ حرام طبعا. يعني احنا لسه كروت الشحن لسه زايدة من فترة، مفيش مش بعيدة يعني، فان هي تزيد تاني دي حاجة حرام جدا. شركات الاتصالات مالهاش ذنب، يعني هي الناس مفكرة ان شركات الاتصالات هي اللي مغلية الكارت، هي اللي مغلية الكارت، لكن مش هي اللي مغلية الكارت، هو للأسف يعني هو دوت من الدولة، فخلاص هنعمل ايه يعني. انا اصلا ما كنتش بشحن قبل ما يغلوا البتاع، فهشحن بعدها، فاكيد طبعا هم كلهم بيتصلوا بيا. لكن احنا هنرجع بقى للجو القديم، فاكر انت لما كنت بقول له احنا هرن لك انا تحت البيت رنه، يبقى انا كده وصلت رنتين تبقى تنزل لي، احنا هنشتغل كده بقى. طب شايف ان المقاطعه ممكن تجيب نتيجه؟ هي المقاطعه مش هتجيب نتيجه، لان هم عارفين هم بيعملوا ايه كويس جدا. هي المقاطعه هتفرق معهم ايه، يوم ولا يومين؟ ايه المشكله؟ هي مش تتعمل اصلا، لان احنا يعني مستهلكين حتى السماله، يعني ما بنقطعش حاجه، كنا قطعنا اللحوم والفراخ والرز والسكر لما اختفى ما اعتقدش. يعني احنا دلوقتي لو هي جت على موضوع كروت الشحن، ففي حاجات تانية غليت كتير اصلا قبل كروت الشحن، فاحنا لو عندنا الهم اصلا من الاول فكنا عملنا مقاطعه للحاجات اللي قبل كده، مش عشان كروت الشحن بس. ملهاش لازمه. لا ملهاش لازمه، عشان انت هتقطعي ساعتين هتقطعي ثلاثه، طب ما هترجعي برده على نفس النظام اللي هو موجود اصلا. انا من واحده من الناس هقطع يوم يومين، بس بعد كده ايه اللي هيحصل؟ كده شركات الاتصالات بتصرف اضعاف الزياده اللي هي بتاخدها مننا دي في الاعلانات. عندك حل مقترح ممكن نعمل بيه؟ المفروض على الاقل خالص الدوله تنزل شركه باسمها هي، وتبتدي يبقى ليها رد فعل تاني مختلف عن الكلام ده. دولتنا مش فقيره عشان تنزل شركه باسمها. انا شايف ان الحل في الوعي، المواطن مش عارف اصلا يعني ايه اللي المفروض يحصل وايه اللي المفروض ما يحصلش، ومش عارف هو له ايه وعليه ايه، فانا بنسب الموضوع كله للوعي. اكتر حاجه ممكن تخسر الناس دي ان انت تقطعي معاهم. حل مقترح نهاجر. نهاجر والله، لانك انت هتحلي مشكله كروت الشحن. طب بالنسبه لزياده الاسعار، يعني قولي كروت الشحن هي شيء سنوي، يعني شيء مش اساسي، لكن في الحاجات الاساسيه اللي هي الاكل والشرب، هي دي اللي لما بتزيد بتبقى فيها مشكله. وكمان مش هقول لك اي اكل وشرب، يعني مش هقول لك لحمه وفراخ وكده، لا، السلع الاساسيه الرز، القمح، مش عارفه ايه، الحاجات اللي هي ما حدش يقدر يستغنى عنها، هي غاليه. اعتبر المقاطعه هو الحل الوحيد، يعني لازم يبقى فيه كده سلاب او حاجه كده ترجعهم او تفكرهم، وعشان يبقى يرجعوا يعني ما يحطوش علينا بالطريقه دي.